اي يا شريف، ماي فيانسي، ماي فيانسي ده كريم. ماي فيانسي doesn't like the fact that I swipe down on TikTok. يا جماعه انتوا مكتشفين العالم النهارده؟ اتولدتوا جيتوا؟ هاي هاي. You speak English؟ Yes, I speak English fluently. I don't. Please speak in Arabic. هو الفكرة انه لما بسوايب على التيك توك بعمل ريفرش وهو بيحبش كده. My fiance مش بيحب كده. ايه يا مجرم؟ مشاكل، مشاكل عالم، عالم صفر. ده مش اول. انتوا متجوزين؟ مخطوبين؟ فيانسي مش هزبن. اه فيانسي. ايوه اتفضلي. بس هو بيتضايق يعني. انتوا المشكله على السوايب اللي هو ايه؟ اتفضل. ايوه هي بتعمل ريفرش. ايوه انا عايزه تعمل سكرول تنزل لتحت. انا مش فاهم انزل لكم. افتح التيك توك اشرح لي المشكله وانا هساعدك. هي بتعمل ايه؟ ايوه عادي بنفتح نعمل. هي بتعمل ريفرش، بتعمل ريفرش تاني. اه انا عايزه تنزل لتحت. ايوه يا نهار ابيض. في اغاني ببقى عايز اسمعها بقول لها ايه الاغنيه دي؟ تقول لي خلاص راحت. بس مش في مصلحتك حاجه بتقولها. انا مستغربه هو بيتضايق ليه يعني. يا ربي سوايبه.